يقول: سلمك الله في بقية سؤاله: هل من قال بأن الأولياء لهم من الكرامات كما للأنبياء حتى إحياء الموتى، هل هذا القول هو قول لأهل السنة أم أنه قول أهل البدع؟ هذا حتى ما هو قول أهل البدع، هذا قول الكفار. ما أحد يحيي الموتى إلا الله، ومن أقدره الله على ذلك كالمسيح عليه السلام، معجزة للمسيح، معجزة الأنبياء لا تكون لغيرهم. فلا أحد يحيي الموتى إلا الله جل وعلا، ومن جعل الله له معجزة كالمسيح عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.